الحدث مع أحمد القماطي. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. نتحدث اليوم عن الجهود الدولية المبذولة لإعادة ملف تصدير النفط مجددا، وأستضيف للحدود أو للحديث عن هذا الموضوع هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد التهامي الناشط في مؤسسات المجتمع المدني، كما أرحب أيضا بدكتور عبد الجليل المنصوري أستاذ الإدارة بجامعة بنغازي. أرحب كذلك بالمحلل السياسي دكتور العرب الورفلي، الباحث السياسي والقانوني الأستاذ إبراهيم الغرياني، كما أرحب بالأكاديمي والمهتم بالشأن العام الدكتور عاطف الحاسية. رمزي الآغا أيضا سينضم إلي رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي، والخبير الاقتصادي الأستاذ إدريس الشري. لهذا السبب احنا بدينا اول لقاء مع رجال الاعمال وبعض الاعلاميين امس، كنا مع القطاع المصرفي كله والمراجعين الخارجيين، اليوم مع حضراتكم. لابد من حشد الجهود يا جماعه، راهو نتكلم على وضع اقتصادي ومالي سيء للغايه، تجاوزنا فيه الخطوط الحمراء. يا جماعه رانا ونقول لكم نرفع في الرايه الحمراء، وضع يتطلب تكاتف الجهود وتحمل المسؤول، كل يتحمل المسؤوليه، سواء سلطه تشريعيه ولا تنفيذيه ولا مصرف مركزي، والا انتم كنخبه والا مؤسسات المجتمع المدني. لان الى متى تحكي عليه 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 عجز عن الميزانيه تراكم يصل ل 200% بالناتج القومي؟ لا يعقل في دولة. للأسف الشديد الكرف الوطني اللي حلت في ليبيا في السنوات الثلاثة من اقتتال 13 لعند 16، هذه كارثة بمعنى الحقيقي، وستظل ليبيا حتعاني لعدة سنوات ربما حتى لعقود جراء هذه المشكلة. للأسف أيضا أن المصرف المركزي استنفذ معظم المدخرات الاحتياطيات العملات الصعبة من سنة 2013 لعند 2016 لبدء الإنتاج من جديد. الآن نحن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية. بداية نتقدم بالشكر والتقدير للقائد العام لتعامله معنا أثناء التجمهر لإقفال النفط وإصدار تعليماته بحماية المنشآت النفطية والحفاظ على أرواح المواطنين والوقوف بجانب الشعب. وفي ظل الظروف التي تمر بها بلادنا من مؤامرات من بعض الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا الطامعة في الاستيلاء على أموال وثروات الشعب الليبي، نفوض القيادة العامة تفويضا مطلقا للتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات الإرهابية. وبإرادتنا فتحنا النفط وسنقوم بإقفاله إذا استخدم النفط مجددا في قتلنا وتجويعنا. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. إذا نرصد اليوم المحاولات والجهود المبذولة لإعادة تصدير النفط مجددا، أطرح المطالبات التي تطالب بها بعض الجهات كاشتراطات لإعادة الافتتاح والتصدير، وكيف سيتم الرد عليها من قبل
الإخوان المسلمين من قبل المؤسسة الوطنية للنفط التي يسيطر عليها مصطفى صنع الله وآخرين. أجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة وأبدأ مع الأستاذ أحمد التهامي. أستاذ أحمد، كيف تتابع هذا الملف، هذه المحاولات الدولية المبذولة الآن لإعادة عملية تصدير النفط مجددا؟ شكرا يا أستاذ أحمد لك ولمعد البرنامج والأخوة الفنيين، أرحب بجميع الضيوف والمشاهدين. أهلا بك. طبعا حسب ما تصرف في الأيام الماضية أن هناك اجتماعات تمت برعاية أمريكية من ضمن وبحضور بعض دول الجوار، هكذا قيل، ويقال أن حتى مصر كانت حاضرة في الموضوع هذا، وبحضور طبعا صنع الله اللي هو ماسك المؤسسة للأسف الشديد. وطبعا يبدو أن وصله لبعض الأشياء اللي نحن ما زلنا ما عرفناهاش. صحيح يقال أن زي ما تقول إيرادات النفط ستودع في الملف الخارجي، هناك من قال أنها هي ستوزع على 3 مصارف، ولكن خرج نصر الله ونفى هذا الكلام. طبعا أنا أتمنى، طبعا ما فيش شيء طلع في الإعلام واضح عليه بالضبط، يعني شنو اللي، ما فيش أي تصريح من أي جهة، ولكن طبعا يبدو أن المشايخ اللي هم طيب، لكن هذا الصمت الذي تتحدث عنه وغياب التصريح من أي جهة من الجهات المعنية، هل تعتقد أنه أمر طبيعي؟ والله أنا ما أعتقدش أنه أمر طبيعي، لأن في الواقع كان المفترض قبل إعلان مشايخنا إعادة فتح النفط وتفويض القيادة العامة للاتصال طبعا بالجهات الأخرى وكذا وكذا، وبعدها بدأ يطلع عن التسريبات. أنا ما نحبش الغموض في يعني حتى الانسحابات اللي تمت كان مفترض يكون فيه نوع من الوضوح، يعني حتى لا نحبط الناس يعني. ولكن في النهاية الحمد لله رب العالمين، مشايخنا وحتى قيادتنا لو يعني كان فيه أي نوع من الخداع والغدر في هذا الموضوع ستصدى، يعني لأن المواضيع يعني موضوع النفط بصراحة يعني ما فيش أي عدالة، وقاعد تحت سيطرة الدكتاتور هذا اللي ماسك مصر في ليبيا المركزي، وهو يتصرف فيه كيف ما يبي. ونحن في الفترة الأخيرة بصراحة يعني الفترة الأخيرة بدينا نشوف في تبذير الأموال الليبيين، ومش غير تبذير، يعني تركيا أصبحت شريكة في إيرادات النفط للأسف الشديد. يعني إذا كان يتكلموا الآن على 8 مليار، ويتكلموا على تعويض الشركات التركية، ويتكلموا على تحويل بعض الأموال اللي موجودة في أوروبا إلى تركيا، وهنا طبعا حيصبح من السهل استغلال هذه الأموال وسيطرة كاملة للإخوان المسلمين. نحن نعرفوا أن من فترة حوالي 4 مليار مشان كوديعة لا تستحق إلا بعد 4 سنوات تقريبا وبدون فوائد قالوا هني، وتو تكلموا عليه 8 مليار. المسألة أصبحت يعني مخيفة، وخصوصا سيطرة تركيا على طرابلس بالكامل. هل الناس اللي نشوف فيهم مساكين هذوما زي السراج ومجموعته والمشري ما مشري، يعني أنا حتى نشوف فيهم لما يضرع مع أردوغان يعني شخصيات ضعيفة، يعني فعلا يعني حتى فيها إهانة الليبيين، هؤلاء الناس هم اللي مثلوا الليبيين. طبعا نحن ورطنا تماما، ورطنا ما يقال بالمجتمع الدولي في هالمجموعة للأسف الشديد، ودارنا اتفاق سياسي قلت لك يا أستاذ أحمد من قبل أن ما نفذش منا ولا مادة إلا المجلس الرئاسي والحكومة اللي تابعتها للأسف الشديد. يعني المجتمع الدولي اللي يدعي فعلا بالديمقراطية ويدعي بني فرضوا علينا دكتاتورية جديدة قاعدين نعانوا منها. يعني مسألة عدم العدالة في توزيع إيرادات النفط هذه مظهر من عدة مظاهر أخرى للأسف الشديد. طيب، يعني خصوصا في المنطقة الشرقية وفي الجنوب يعني. طيب، أجدد الترحيب بأستاذ الإدارة بجامعة بنغازي دكتور عبد الجليل المنصوري. دكتور، هل لديك معلومات عن هذا الملف؟ إلى أين وصلت هذه الجهود أو المحاولات لإعادة عملية التصدير مجددا؟ شكرا دكتور أحمد، ورحب بك بالضيوف الكرام والسادة المشاهدين. أهلا بك. الحقيقة لا أريد أن الحقيقة أن نخوض في عملية الأمور ربما السياسية اللي تتغير بين يوم ويوم،
في النهاية المعروف أن الأمر كله يعني في يد دولة واحدة هي شرطية العالم يعني في النهاية وهي التي تسير في الأمور. لكن ما يهمني في هذا الموضوع وهو موضوع النفط. موضوع النفط هو ليس بالجديد أن نتحدث عن أصول تقاسم هذه الثروات. ولعلم الجميع ليس النفط فقط هو، هي جميع الموارد الاقتصادية اللي حبانا بها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. يعني ممكن نفط، ممكن غاز، ممكن مياه، ممكن ذهب، حديد، سمي ما شئت من هذه اليورانيوم وغيرها. النسبة العادلة أرجو يعني البعض ينظر لها على أساس أن هي قد تكون غير عادلة إذا تحدثنا على أن صاحب مصدر هذه الموارد ولتكن خلينا نقول إقليم برقة، ويجب يعرف الجميع وراهي كلمة برقة وكلمة طرابلس وكلمة فزان، هذه هي جغرافية ليبيا ونحن لا نتحدث سياسة هنا، فما حدش يقول لي تقسيم ولا غير ذلك. النسبة العادلة أوجدها الأجداد عام 1958 في قانون رقم 79 لسنة 58 قبل ما يطلع حتى النفط، وهو طلع بكميات قليلة جدا في فزان لكن ما كانتش تجارية. طلعوا القانون وقالوا 15% من عوائد النفط تمشي للولاية، 15% تمشي للدولة الحكومة المركزية في العاصمة أينما وجدت، ثم 70% توزع بين الأقاليم الثلاثة لإعمار ليبيا. على الأقل نرجع لما اعترف عليه أو ما تعارف عليه الأباء المؤسسون لهذه الدولة. خلال 40 سنة اللي فاتن أو يزيد لم نرى من هذا التوزيع العادل أي نسبة، بل كانت هناك مركزية، كانت هناك تهميش، كان هناك إقصاء. فبغض النظر عن أي ونكفات سياسية أو جدة سياسي سيطرأ سواء في المستقبل القريب طيب أو البعيد، دكتور لأهمية ما تتحدث عنه الآن في ربما الاشتراطات التي يجب أن ترفع لعملية العدالة أو فرض العدالة في تقسيم العوائد النفطية بين مختلف المناطق الليبية، تتحدث الآن عن أعداد ونسب معينة، بمعنى أننا لا نخترع العجلة الآن، هناك شواهد تاريخية على ذلك، هل يمكن أن تعيد هذه الجزئية؟ نعم. بالأرقام؟ بالأرقام عندنا على أساس أن قانون رقم 58 قانون رقم 79 لسنة 58 أوجد ثلاث نسب، 15% للإقليم أو الولاية اللي يطلع منها النفط أو أي مورد اقتصادي في النهاية، و15% للحكومة المركزية أينما وجدت، و70% توزع على إعمار ليبيا. هذا لم يحدث، يمكن حدث في عهد المملكة، العهد الذهبي لليبيا وهو العهد الفيدرالي، وبالتالي بعد الانقلاب 69 وتعال جاي نحن لم نرى من هذه التوزيعات أي حاجة، والتنمية كانت غير متوازنة في ليبيا، وبالتالي بغض النظر عما يحدث الآن نعتقد أن الأصل أن نحن نعالج أو نناقش بغض النظر عن وين نصل، لابد أن نناقش التقسيم العادل. هناك من يطالب أن هذه الكميات من الثروات لابد أن تتم من المصدر، يعني راهي مش في برقة بس، حتى في طرابلس فيه موارد، وبالتالي حتى طرابلس يوما ما حتاخذ 15% من مواردها، وفزان أيضا المهمشة وهي أكثر يعني. نعم. وبالتالي راهي ليس مغنم لإقليم دون آخر، نحن نريد العدالة فقط. أما طمس الهوية وطمس التأخير وطمس التنمية بصراحة في برقة شيء غير مقبول. شفت بعض الناس يكتبوا أخيرا في اليومين الأخيرات لا لتقسيم ليبيا، لا لكذا، لا لكذا. من قال لكم نحن بنقسموا ليبيا أصلا؟ نحن نطالب بحقوق مشروعة لسكان برقة اللي هضمت مدة 40 سنة، يعني ما ندقش مسمار أسود في لوحة في 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 معظم مدن برقة، يعني يمكن بنغازي بنفسه بنفسه غصبا حتى على الحاكم بنفسه. مرة أخرى دكتور حتى نصوب الحديث ولا نفهم خطأ أو حتى لا نمنح المجال لمن يحاول أن يصطاد في الماء العكر، بمعنى أنك الآن تتحدث عن عدالة، هذه العدالة ستكون أيضا من نصيب كافة المناطق. نعم. سواء في طرابلس. نعم. أو حتى في فزان. نعم. المهمشة الآن ستأخذ نسبها من صحيح. النفط أو يجب أن تفرض صحيح. هذه النسبة لتتحقق العدالة في كل المناطق الليبية، هذا هو مطلبكم الآن؟ لو يا دكتور أحمد خذينا لو خذينا ما ورد في مسودة الدستور الموبوءة أنا على الأقل هذا رأيي الشخصي فيها أو المسمومة، وخذينا نسبة السكان مع المساحة الجغرافية لكل إقليم، سنجد أن على الأقل
حتمشي نسبة 48% مساحة برقة، 32% طرابلس، 20% فزان مساحة جغرافية، وخذ السكان على أساس ثلثين وحوالي 30 وحوالي 20%. حتجد أن فعلا يجب أن تكون هناك نسبة لا تقل عن 40% سكان برقة و 60% لطرابلس وفزان بصراحة، لأن عادة فزان هي جزء من طرابلس على الأقل الرأي الشخصي. ف40% طيب على الأقل ببرقة، طيب دكتور، و 60% يمشي لطرابلس وفزان. مرة أخرى أؤكد لك أنه حتى فزان دفعت من دماء أبنائها الكثير من الشهداء، وهي الآن هي مع الجيش، يحرسها الجيش، وهي أيضا تحت سلطة ونفوذ الحكومة الليبية برئاسة السيد عبدالله الثني. مرة أخرى نحن لا نتحدث عن حقوق يحاول شخص ربما ابتلاعها من الآخر، بل هي عدالة في كل المناطق الليبية. لكن مرة أخرى أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد التهامي. إذن يتحدث دكتور عبد الجليل المنصوري عن معايير مختلفة يجب أن تتبع، ومرة أخرى نحن لا نخترع العجلة، هناك نسب معينة متعارف عليها، لكن المعيار هو على أساس السكان، المساحة، وموطن الثروة. نعم نعم نعم، وهذه هي العدالة في النهاية بكل، زي ما قال الدكتور، القانون اللي أشار للدكتور فعلا يعني اللي صدر في 58 كانت فيه بوادر فعلا كيف بدأ مثلا استخراج النفط في ليبيا، ولكن يعني ظهر بكميات تجارية وكذا في الستينات. يعني طبعا جينا نحن في 63 وألغي النظام الاتحادي وأصبحت المملكة الليبية بدل المملكة الليبية المتحدة فعلا يعني. وللأسف أن في خلال يعني من 63 ل69 ست سنوات بس، لكن فعلا شاهدنا مشاريع رائعة فعلا قامت في 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 ليبيا، وكان حتى في مشاريع يعني أرصدت لها الأموال ونعم، ولا حتى في مشاريع دكتور فعلا كانت موجودة يعني تخص مدينة بنغازي ومدن أخرى. يعني يكفي أن مشروع الطريق الساحلي هذا اللي فعلا نفذ فيه في العهد الملكي، يعني كانت فيه نية فعلا تنمية ليبيا. صح. كان في خطط تنمية اللي هي ألغيت في نظام القذافي بالكامل طبعا، وكانت ثلاثية وخماسية، وكانت فعلا توضع طبقا لإيرادات النفط، وكان فيه إلى حد ما عدالة في توزيع النفط. طبعا جاءنا نظام القذافي اللي لا عدالة في شيء فيه في النهاية بكر، وشاهدنا الآن المأساة اللي توا تحصل في طرابلس بمنتهى الصراحة أستاذ أحمد. يعني لو أن أنا 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 حنقول كلمة، الليبيين كلهم الساعي الليبيين يصدموا في يوم من الأيام لما يعرفوا حجم الأموال اللي أهدرت من المجلس الرئاسي في طرابلس. نعم. فعلا على الميليشيات. فعلا في المقام الأول الناس هذوما يأخذوا فلوس من الحكومة، مرتبات عالية، فيه اللي فيه اللي يقال إنهم بالملايين فعلا، زائد المبالغ اللي تهدر توا في تركيا وفي صفقات سلاح وهمية وفي عالم واجد. يعني نحن نشوفه يعني المشهد الحالي لا يبشر بخير ولا يبشر بعدل. طيب أستاذ أحمد، إذن الآن نتحدث أن المواطن الليبي هو مظلوم وحقه مهضوم في كافة المناطق والمدن الليبية. لا، عندما نتحدث الآن عن ظلم في مناطق دون أخرى هذا أمر غير واقعي، بمعنى أن الميليشيات هي التي ربحت أو كانت الرابحة الأكبر من أموال وعوائد النفط الليبي. الآن يبدو أن هذه الأموال تذهب لحسابات تركيا كذلك. دعني أنتقل لأجدد الترحيب بالأستاذ إدريس الشريف الخبير الاقتصادي. أستاذ إدريس أهلا بك. مرحبا بك أستاذ أحمد وبضيوفك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك أستاذ إدريس، كيف تتابع هذه الجهود أو المحاولات المبذولة الآن لإعادة عملية تصدير النفط مجددا، وهل أنت متفائل بعملية عودة عجلة الإنتاج؟ والله طبعا بالتأكيد، يعني أي مواطن ليبي سيرحب بعودة إنتاج النفط وتصديره، لأن عملية الإقفال هي مضرة بالتأكيد بالاقتصاد الليبي ومضرة بالبنية التحتية للنفط وفيها فاقد إيرادات كبير. لكن ما السبب، ما الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة؟ كويس. طبعا نحن حتى هذه اللحظة لا توجد بيانات رسمية واضحة عن شروط الفتح أو آليات المؤسسة، تقول في كلام الإعلام، يقول في كلام،
فلا تزال الأمور غامضة كويس، لكن ما هو معروف أن سبب هذا الإقفال؟ قال له شنو ضرك على المر؟ قال له اللي مر منا. فاللي حصل في السنوات الأخيرة تحديدا من تهميش بس، من حرمان كامل لجزء هام من الوطن، منطقة برقة والمناطق التابعة للحكومة المؤقتة، حرمان شبه تام من إيرادات النفط. كويس، يعني وصل الأمر إلى أن اضطرار الحكومة ولجؤها إلى الاقتراض من المصارف لحد وصلت إلى مرحلة الخطر لكي تغطي بند الثبات. هذا الأمر يعني خلاص، يعني تجاوز الحدود المعقولة. يا سيدي، إيرادات النفط اللي تصب في المصرف المركزي طرابلس أصبحت تحت تصرف وسلطة شخص واحد لا حسيبة ولا رقيبة عليه، متصرف في الإيرادات وفي الاحتياطيات الدولية الخارجية وفي الأرصدة، ومتحكم حتى في أرصدة الخزانة بالعملة المحلية. هذا يعني أمر تم غريب. طبعا بعد عملية فجر ليبيا في 2014 أوقفت التحويلات المالية للمنطقة الشرقية بشكل شبه كامل، أوقفت تحويلات السيولة، قطعت منظومة المقاصة المصرفية، وأصبح يعني ما تقدرش توفد مريض للعلاج في الخارج، ما تقدرش تفتح اعتماد واحد لشراء أدوية. اضطرت الحكومة إلى 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 اللجوء إلى الاقتراض من المصارف اللي هن موجودة، وهن ثلاث مصارف يعني كبيرة فقط، وأرصدت لدى المصرف المركزي، وقعدت تضطر أحيانا إلى 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 يعني بأي وسيلة لكي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين. بعد محاولات طيلة 5 سنوات وبعد جهود واجتماعات مع المؤسسات الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، آخر ما توصلنا إليه توحيد جزء من منظومة المرتبات. ما وصلناش إنهم يدفعوا لنا سنة 2019 30% من حجم المرتبات. ليس هكذا فقط، أنا نعطيك مثال، وهذه أرقام من بياناتهم من خلال اجتماعات مشتركة. العام الماضي 2019 الباب الثاني في الميزانية اللي هو المصروفات العمومية، اللي هم ميزانية تسموها ترتيبات بالية اللي يصرفوا من إيرادات النفط منها، الباب الثاني صرفوا 9,700,000,000. ما صرف على بعض المواقع أو المراكز الخدمية في المنطقة الشرقية والجنوبية منها أقل من 200,000,000، يعني 188,000,000 فقط، يعني أقل من 2%. بالنسبة للباب الثالث ميزانية التحول صفر. المرتبات هم صرفوا قرابة 25 مليار، ادفعوا منهم بعد قلت لك محاولة توحيد المنظومة وبعد جهود كبيرة 2,700,000,000 للناس اللي قالوا قبل سنة 2014. المؤسسات السيادية، الجيش، الشرطة، جزء كبير من القطاعات الخدمية لا تدفع مرتباتها، كلها تمت تغطيتها عن طريق الاقتراض من المصارف في المنطقة الشرقية. طيب، هذا الشخص أيضا محافظ مصرف ليبيا المركزي يتحكم في احتياطيات خارجية الآن مجهول رقمها، لكن هي كانت في حدود 80 مليار، مجهول لأنه هو ألغى جدول الاحتياطيات الدولية من النشرة الاقتصادية اللي كانت تصدر عن مصرف ليبيا المركزي واللي كانت منتظمة في الصدور من أكثر من 60 سنة. لا يعرف أحد أين توجد، في أي مصارف، في أي دول، ما هي التصنيف الريتنج، التصنيف الائتماني السيادي لهذه الدول أو المصارف. نسمح أخيرا أن هناك أموال ضخمة نقلت إلى تركيا، أنفقت في تركيا. هناك تقرير صادر اليوم يقول ان السيد السراج دفع او حول 12 مليار الى تركيا، من ضمنها منهم 8 مليار في المصرف المركزي و4 مليار مش عارف يعني تقرير قريته. هذه عمليه تحويل جديده ايضا لاموال الليبيين للمصارف التركيه، تتحدث عن نزيف في ثروات البلاد وتجيرها خلال السنوات الماضية في خدمة الإرهاب ودعم الميليشيات، والآن يبدو أنها ستذهب لتركيا. إذن هناك مخاوف تنتابك يا أستاذ دريس الشريف من إعادة هذا الأمر مجددا بعد الحديث عن إعادة عملية التصدير
إن لم تسن معايير معينة ضامنة لعدم تكرار هذا المشهد؟ أنا نقول في الأرقام نقولهم إخوتنا في طرابلس، ويعني إذا كان ما زلنا يعني نرغب في العيش تحت مظلة دولة واحدة، يعني النخب لماذا لم تتكلموا طيلة هذه السنوات؟ إخوتكم تم حرمانهم تماما من إيرادات النفط اللي يجري من تحت أقدامهم. الآن يا سيدي بعد ما تداولت الأخبار خبر أن هناك سيفتح حساب مستقل تودح فيه الإيرادات لكي توزع، قامت القيامة، السيادة ما السيادة، تدخل في الشؤون الداخلية، هذه النفط مقابل الغذاء، هذا كذا. يا أخي احنا محرومين لنا 5 سنوات على الأقل، خليني من التأميش السابق والكذا اللي تحدث عليه الإخوة اللي من أيام نظام القذافي، نحن نحكم غير في السنوات الأخيرة. لماذا لم يتكلم منك أحد؟ يعني الآن جبت يعني شنو نحن سيادة شنو ولا دول شنو؟ أنا الغريق فما خوفي من البللي، يعني يعني هل سيكون الوضع أسوأ مما شخص واحد متحكم في كل شيء، في كل الإيرادات والموارد والاحتياطيات وغيرها؟ أنا أتحداهم، أي مسؤول في طرابلس يعرف أين الاحتياطيات وأين توجد وفي أي مصارف وشنو المعايير اللي أودعت بموجبها في تلك الدول؟ وين لجنة الاستثمار اللي تم إلغاها؟ وين لجنة السياسة النقدية؟ وين مجلس إدارة المصرف المركزي؟ تمت إقالة المحافظ بقرار من مجلس النواب من 2014، انهى المدة القانونية اللي هي 5 سنوات، تمناها، رفع دعوى في المحكمة واخسرها. طيب كحد بقوة لما الآن هذا الشخص يعني لا استغفر الله، يعني لا تبي تعطيني نصيبي ولا تخلي تجي جهة دولية ولا غيرها تمشي باش تعطي نصيب الناس اللي الآن قاعدين يموتوا وقاعدين محتاجين لجرعات مرضى الأورام يموتوا يعني المرتبات. طيب تتحدث عن واقع وعن أرقام صادمة جدا لعملية حصار وتجويع ممنهجة مورست ضد المناطق المحررة والتي تؤمنها القوات المسلحة شرقا وجنوبا. أستاذ إدريس الشريف، طيلة السنوات الماضية صرفت هذه الأموال فقط على الميليشيات، طوابير طويلة للحصول على قسط يسير جدا من سيولة نقدية حتى أمام المصارف داخل طرابلس نفسها، بينما الميليشيات ومراء الحرب حولوا هذه الأموال إلى الخارج. تتحدث الآن عن نية جديدة لعملية، أو ربما هذا الأمر تم فعلا، على عملية نقل مليارات جديدة، أكثر من 8 مليارات إلى تركيا. هناك مخاوف أيضا من عملية الاستمرار في دعم الإرهاب، تمويل المرتزقة الأجانب. إذن تتحدث عن اشتراطات عادلة يجب أن تتوفر كشرط طبيعي جدا للحديث على عملية فتح النفط مجددا حتى لا يعاد هذا المشهد الصادم الذي تتحدث عنه الآن أستاذ إدريس. أنا من البداية أقول لك بصراحة، قلت أول ما أقفلوا النفط يا إخوان ديروا شروط قانونية معلنة وهي موجودة، لأني أعرف أنهم هم ما يهمهمش قفل النفط، عندهم 80 مليار احتياطيات لدى المصرف المركزي موجودة في المصارف، وعندهم 60 مليار في شركة الاستثمارات الخارجية، هذين بس اللي بس بالدولة، فلذلك مستعدين هم ما يستمروا 10 سنين في الهدر متاعهم. يعني كان الأولى بالسلطات عندنا أن اللي أقفلت النفط أنها دارت شروط قانونية معلنة من البداية، إقالة المحافظ اللي انتهت مدة هذا شرط قانوني، تشكيل مجلس إدارة مستقل كذا كذا، التوزيع العادل، وترمي الكرة في ملعبهم. اللي حصل عندنا نقول لك للأسف أقفلوا النفط اجتمعوا نسيوه، ما وضعوش هذه الشروط. هو القفل لمدة طويلة رفيق خسارة للاقتصاد، ما في ذلك شك، وفضلوك زي ما قلت لك لديهم الاحتياطيات، لكن الآن اللي صار أنت أغفلتها ودرت وكذا، ما هي الشروط؟ ورينا الشروط اللي حيتم عليها الفتح. إذا كان الأمور ردت كما كانت عليه في السابق، معناها هذا الإجراء كان خاطئ ولا مبرر له، هذا رأيي الشخصي. طيب أنتقل الآن للدكتور العربي الورفلي المحلل السياسي. دكتور أهلا بك. مرحبا، مساء الخير دكتور أحمد، ومساء الخير لضيوفك. مساء النور. بعد أشهر من إقفاله، حديث الآن عن محاولات تدور
لعملية إعادة تصدير نفط مجددا برعاية دولية هذه المرة. دكتور، كيف تتابع هذه المحاولات وهذه الجهود؟ هو الحقيقة كما قال ضيوفك الكرام أن بالفعل يعني استمرار إقفال النفط مضر يعني بالاقتصاد والمواطن الليبي، هو هذا المورد الوحيد، مرتبات وأشياء أخرى ولكن دعنا ننظر إلى الموضوع من جهة أخرى، أن إقفال النفط تم وفق يعني واقع موجود، واقع معين، تنادي المشايخ والقبائل وقرروا بقرار شعبي إقفال الحقول وإقفال المواني النفطية. لماذا؟ لأن هناك أسباب دعتهم لاتخاذ مثل هذا القرار، وهذه الأسباب لا زالت قائمة حتى الآن. هم وضعوا شروط يقولون بأن الموارد النفطية تذهب إلى ميليشيات وتذهب إلى إرهاب، وهذا واقع موجود، تذهب الآن إلى مرتزقة سوريين، تذهب الآن إلى جيوب الأتراك، يعني ثروة الليبيين تم الاعتداء عليها بقرارات فردية من المصرف المركزي، ويغدق الآن على تركيا الاستعمارية والميليشيات. إذن هذا السبب قائم وما زال قائم. السبب الآخر المشايخ وسبب إقفال المواني والحقول يدعونا إلى ضرورة تغيير المصرف المركزي على الأقل مجلس الإدارة. يا أخي مش من المعقول أن مدير المصرف المركزي من 2011 لحد الآن لم يتزحزح من مكانه رغم الأخطاء اللي ارتكبها، ولكن ما فيش أي قوة ولا في أي قرار استطاع أن يغير هذا الرجل. أيضا المؤسسة الوطنية للنفط يديرها رجل معين بقرار غير شرعي من حكومة الغويل الموازي في ذلك الوقت. إذن هناك مطالبات، هناك الحقيقة مطالبات، لأن النفط هو المورد الوحيد. المواطن الليبي الآن يعني تدمر من الواقع، إيرادات نفطية يسمع بمبالغ مالية رهيبة، 8 مليار الأخوة يتكلمون أو 12 مليار ربما حتى 20 مليار سوف تذهب إلى تركيا. يعني تصور مليارات مليارات والمواطن الليبي محروم. أنا فقط يعني ملاحظة لبعض الأخوة المتداخلين معك، هو مورد كل مواطن ليبي محروم منه، هو لا نستطيع القول مثل المدينة مثل بنغازي محروم ومثل والله كل الليبيين مضروبين بعصا واحده. الموارد النفطيه وايضا الموارد الغاز التي لا نتكلم عنها ابدا، هناك موارد واموال لمرفق الغاز، ولكن دائما نحن نذكر النفط. ليبيا بها موارد رهيبه نفطيه، ولكن المواطن الان يعيش في فقر، يعيش طرابلس ايضا محرومه من هذه الموارد. طرابلس الان ظلام دامس داخل مدينه طرابلس الان اثناء حلقة الحدث، يعني الكهرباء تصل إلى 20 ساعة وباليوم واليومين ما فيش كهرباء. إذن هناك خلل معين، هناك خلل معين يا دكتور، وحديثك أيضا أعيد التركيز عليه لأهميته. أنت الآن تتحدث عن عملية تهميش طالت الشعب الليبي في مختلف المناطق الليبية، تتحدث عن الجنوب، عن فزال المهمشة، سبها الآن تعاني من كورونا فيروس وهناك عدد من الضحايا، عدد كبير من الإصابات، وتشتكي تدق ناقوس الخطر لعدم وجود أطباء وإمكانيات طبية لعلاج أهلنا في سبها، أكبر مدن فزان والجنوب. تتحدث عن الكهرباء المقطوعة عن طرابلس لأكثر من 20 ساعة يوميا، وتؤكد مرة أخرى على أن الأموال تنهب من قبل الحكومة داعمة للميليشيات، من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وتذهب الآن لدفع مرتبات المرتزقة السوريين والإرهابيين، وأيضا نقلت أموال طائلة، حديث عن 8 مليار، آخرون يتحدثون عن أكثر من 12 مليار فقط خلال الشهر الماضي نقلت إلى تركيا، ويبدو أن هناك نية لنهب أكبر قدر من ثروات البلاد ثمنا لما قام به أردوغان طيلة الأشهر الماضية من دعمه لهذه الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. على أي قاعدة يجب أن يفتح النفط مجددا؟ ما هي المطالب التي يجب أن ترفع برأيك دكتور؟ أنا أطالب الشعب الليبي، الشعب الليبي كافة، يعني ليس الأمر مقصور على قبائلنا وأهل برقة فقط أو في أهل الجنوب، كل الناس المفروض تتضافر وتتلاحم. يا أمي قرروا باستمرار إقفال الحقول، وربما أنا شخصيا أدعم هذه الفكرة رغم الأضرار الاقتصادية كما قال الأخوة، ولكن هل أزيلت الأسباب التي أقفل من أجلها النفط؟ لم تزال، هذه خديعة أخرى سوف يمارسونها، وللأسف الشديد
تلقفوها بعض الأخوة وقالوا والله سوف يكون هناك حساب مستقل وسوف يكون هناك إشراف دولي وسوف يكون موارد نفطية هنا وهناك. لا، هذا أنا أعتبره هذا هراء أبدا. لا تستطيع من الجهة الدولية اللي بتشرف لك وبتنظم لك أمورك وأنت ربما قادر بقرارات شعبية بسيطة قادر عليه الضغط ومزيد من الضغط لحرمان هذه الميليشيات وحرمان المصرف الركبي اللاعب بأموال الليبي من هذه الإيرادات. عندما يكون هناك بالفعل حساب مستقل وتوزع هذه الثروة بالعدالة بين الأقاليم الثلاثة فزان وبرقة وطرابلس، عندها ربما يباشرون في إقفاء في فتح هذه الموالي والحقول، ولكن الأسباب لازالت قائمة. صدقني إنها خديعة أخرى، خدعة أخرى، وربما هم يضعونها من ضمن شروط الحوار السياسي. إذا أردتم أن الدخول في الحوار السياسي عليكم فتح الحقول والموالي. من هذه كارثة أخرى، لن نمنع وصول الموارد الآن للدول الثقيلة، الموارد النفطية. الآن بيجيبوا بواخر للكهرباء، تصور للكهرباء لمدينة طرابلس إيجار 800 مليون ربما دولار في السنة. لدينا مثل لبنان قام بهذه العملية، ولحد الآن الشعب اللبناني يعاني من مشاكل في الكهرباء. انظر الآن للشعب العراقي، من سنوات من سنوات من سنوات الآن أفقر مواطن ربما في العالم هو المواطن العراقي الذي يعيش على بحيرة من النفط. الآن الليبيين تحت خط الفقر يا أخي. سبها تعاني، سبها لا تريد ملايين ولا مليارات، سبها تريد فوق 10 مليون يحل لها مشكلة. لا سرير طبي، لا أدوية، لا عناية، ولا وجماعة في طرابلس لا في الأخضر واليابس. السراج يغدق على بريشيات، يغدق على تركيا. هذا ليس عادل يا أخي، علينا أن نصرخ. أين العدالة؟ أين العدالة؟ أين حقوق المواطن الليبي وليس في النفط فقط، حتى في الغاز؟ طيب بعد قليل سوف نتحدث. هل أي مفاوضات قادمة يجب أن تتم الآن على عملية العدالة في تقسيم العوائد النفطية؟ لأنه فيه ثروات أخرى أيضا، استثمارات داخلية وخارجية وغيرها. لكن اسمح لي أن أنتقل الآن لأجدد الترحيب بدكتور عاطف الحسية، عضو المسار الاقتصادي بحوار القاهرة الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. دكتور أهلا بك. مرحبا سيد أحمد، مساء الخير. مساء الخير سيد المشاهدين وذوق الكرام. مساء النور. بداية بصفتك مطلع على هذا الملف، كيف كان يدار اقتصاد الليبيين وثروات البلاد طيلة السنوات الماضية من قبل المجلس الرئاسي، من قبل المسيطرين على أموال الليبيين سواء في المصرف المركزي الذي يحتله الصديق الكبير أو المؤسسة الوطنية للنفط التي يسيطر عليها مصطفى الصنعال؟ هو الجزء المتعلق بكيف يتم التعامل مع الإيرادات التي يعني تأتي إلى مصرف الليبي المركزي في طرابلس، يعني بكل موضوعية الأرقام تتحدث منذ يعني ما يسمى باتفاق الصخيرات وولوج هذه الحكومة. أصبح واضحا وجليا بأن كل ما تفعل هذه الحكومة هو حصار اقتصادي لكل خصومها بطريقة مباشرة، وهذا تمثل بشكل وتجسد بشكل معروف وجلي في مسألة الحكومة المؤقتة وما قامت عليه الحكومة المؤقتة من دفع مرتبات لكل المراقبات والتعليم والصحة وغيرها، في وتراكم عليها الديون بالقروض إلى 50 مليار. هذه 50 مليار لم تأتي على الإطلاق من إيرادات النفط ولم تأتي على الإطلاق من حكومة الوفاق، وبالتالي هناك استهداف واضح لخصومهم السياسيين عبر هذا الملف، وهو ملف الإيرادات اللي تأتي إلى المصرف المركزي طرابلس. المشكلة الآن نحن نعلم جميعا بأن معدل الثقة أو مستوى الثقة ما بين الشعب الليبي صاحب المصلحة الحقيقي في كيف تصرف هذه الإيرادات على الميزانيات بهذه الطريقة سيبقي على الحرب وسيطرة هذه الميليشيات على القرار السيادي السياسي والإداري والمالي داخل طرابلس. نحن الآن حتى الأمم المتحدة لما خلت الملف الاقتصادي كان واضح وجلي أيضا لديها بأن يعني من أخطر أو أهم محركات هذا النزاع هو الملف الاقتصادي. الليبيون في كل أنحاء ليبيا يشعرون بالغبن ويشعرون بالاستياء الكامل في التصرف بهذه الأموال. للأسف نحن نعلم بأن الأموال الليبية يعني وهذه أرقام أخرى، يعني 2% أو ممكن 2-5% من عدد سكان ليبيا يملكون أكثر من 95% من غنى هذه البلد. وبالتالي أنا أرى بأن تسييس الملف الاقتصادي بدأ منذ دخول حكومة الوفاق.
المسألة الأخرى انتقلت العدوى إلى تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط. المؤسسة الوطنية للنفط بتعريفها هي مؤسسة وطنية للنفط، معناها زي الشركة وطنية لا تعمل في سياسة هذا القطاع على الإطلاق، هي عبارة عن مؤسسة مهنية حرفية تعنى بإنتاج النفط وتسويقه وإيداع هذه الإيرادات في مصرفه بالمركزي. وبالتالي المؤسسة الوطنية للنفط أصبحت وكأنها وزارة، وفي الواقع نحن ما يعني طالبنا حتى من داخل العمل مع البعثة الأمم المتحدة باستحداث وزارة للنفط والتعدين ليكون لها هي المسؤولية الكبرى في وضع سياسات هذا القطاع. أما أن يتحدث رئيس المؤسسة بدون مجلس إدارة ومجلس إدارة منقوص ويتحدث ويقول بأن هذا الحق الأقفى له هذا الطرف وذاك الطرف، هذه مسألة سياسية لا دخل له بها. وبالتالي أنا أقول يعني في نظري بأن أخطر ما فعلته أو ما فعلته اتفاق الصخيرات هو تسييس الملف الاقتصادي الليبي بطريقة أصبحت بأن من يكون معي سياسيا وعسكريا سأعطيه المال، وهذا ما يحدث في طرابلس اليوم. طيب أشكرك جزيل الشكر دكتور عاطف الحسية الأكاديمي والمهتم بشأن العام. مرة أخرى أعود إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الجليل المنصوري أستاذ الإدارة بجامعة بنغازي. دكتور، إذا نتحدث عن ظلم واضح طيلة السنوات الماضية في عملية توزيع العوائد النفطية، ونتحدث أيضا عن الشريحة التي اكتسبت أموالا طائلة من النفط، نتحدث عن أمراء الحرب وقادة الميليشيات وأيضا عملية تمويل الإرهاب جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الآن عندما يدور حديث عن إعادة عملية التصدير مجددا، على أي قاعدة يجب أن يتم هذا الأمر؟ العدالة فقط كافية أم يجب أن يكون أيضا على قاعدة محاسبة المتورطين في دعم الإرهاب وفي دعم الميليشيات، تغيير مجلس إدارة أو مدير مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعال؟ ربما قبل ما نواصل معك الحديث، في دكتور عاطف ذكر نسبة الحقيقة مخيفة جدا. يعني احنا اللي عارفيننا في العلوم الإدارية والاقتصادية ربما نظرية الـ 80-20 زي ما يقولوا، يعني 20% 80%، فهو قال لي 2%، يعني الثروات 2% من السكان عندهم حوالي 90% من الثروات. لطيفة. هذا مؤشر خطير جدا، يعني لم يحدث في أي مكان في العالم. الحقيقة هو كل ما حصل في ليبيا يتحمل إجره الحقيقة حكومة السراج، الحقيقة غير الشرعية، والسراج وحكومته غير شرعية، ونكرر ذلك لأن الشرعية تؤخذ من الشعب، وهو هذا وهم عارفين أن هذه الحكومة لم تمر على البرلمان ولا تؤخذ موافقة من البرلمان، يعني وبالتالي جميع مآسينا راه الآن لا تركيا ولا غيرها، مآسينا في حكومة عميلة، مع احترامي لإذاعتكم، حكومة عميلة برئاسة السراج ومن معه، وهم اللي أثروا في سبب هالمشاكل، لأن أبد بدأوا يتعاملوا مع ميليشيات وبدأوا يعني عملية بيع الوطن، وأصبحت في مآسي كبيرة جدا يدفع ثمنها الحقيقة المواطن البسيط. شروط ربما سبق أن ذكرناها، لابد أن ما يسمى بصنع الله وما يسمى بالكبير سوف لا يجب أن لا يكونوا على يجب الاثنين يحولوا. طيب هذه واحدة. اثنين لابد، يعني هذا على أساس يفترض، هذا شرط مهم جدا، شرط أساسي بمعنى أو ثانوي. أنا نراه شرط أساسي لإعادة فتح النفط، لكن انفتح على أي حال، لأن الاثنين هذولا لا نستطيع أن نأمنهم على أموال الليبيين، وهم يتصرفون كما ذكر بعض الزملاء كما لو كانوا هم الحاكمين بأمره على مستوى ليبيا. بالنسبة لعدالة التوزيع، عدالة التوزيع راه ربما لو تبنينا النظام الفيدرالي كما يجب، أي إقليم عنده موارد اقتصادية معينة هو اللي يعطي الحكومة الفيدرالية، مش اللي يأخذ منها، ويعني تحدد نسبة معينة من الإقليم الفلاني لخزينة الدولة، وإلا يرجعون للموضوع الأصلي اللي هو على الأقل ولو مؤقتا اللي هو 15% و15% و70%، أو يرجعوا لعملية النسب اللي هي زي ما ذكرنا السكان والمساحة وموطن الثروة يعني ثلاث متغيرات، هتجد أنها نسبيا في عدالة، مع العلم أن بعض السكان برق يقول لك كيف يعني أنا عندي وتقول لي أعطيني النص، كيف طرابلس كيف تأخذ كذا، لكن مرحليا نعتقد أن هذا هو الحل اللي يجب نحن نسير عليه،
ويجب هالامور هذه سوف لن تحدث الا في ظل وجود حكومه رشيده، حكومه عندها رؤيه على هذا المجتمع، حكومه وطنيه خالصه وليست عميله للاسف الشديد كيف اللي نراها اليوم قاعده الصول والجول. وحتى المحافظ للاسف يومين فاتوا ماشي قاعد لي في تركيا، محافظ مصرفي بالمركزي، يعني اصبحوا زي الخدم عند اردوغان يعني. فللأسف الشديد ما يجري هو ضد مصلحة. طيب ما الضامن الآن عندما نتحدث عن عملية العدالة في التوزيع حتى لا يعاد المشهد القديم في عملية تمويل الإرهاب ودعمه من قبل هذه الميليشيات وهذه الحكومة الداعمة لهم والتي وصفتها أيضا بالعميلة للخارج ولتركيا بالتحديد، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك حساب خارجي تودع فيه أموال النفط أم لا؟ هو الحقيقة يعني قد البعض يعني يحتج على هذا الأسلوب، لكن أحيانا أنت تضطر أنك تقوم بهذه العملية على أساس بإشراف دولي أن توضع في مصرف خارجي أو مصرفي بالخارجي على الأقل، لكن التوزيع لا بد أن يتم من مصرفي بالخارجي مباشرة للمصارف المركزية في الأقاليم. يعني فزان يمشي لها 20% متاحها في غادي في المصرف متاحها، برقة جنها 40% وطرابلس حوالي 40-45%. هذه العدالة لا بد منها ولا بد من اقتناع بها بصراحة، يعني إذا كنا شركاء في الوطن. أما أن احنا ننظر إلى بعضنا على أساس أن نراه الآن الجرح عميق الحقيقة، والثقة مفقودة إلى حد بعيد، وما يجري في الإعلام الآن من سب ونبذ وحقيقة الناس كثيرة جدا أصبحت متذمرة من هذا الوضع، وبالتالي للم الشمل الليبي لا بد من تبني النظام الفيدرالي، لا بد من توزيع العادل للثروة ويكون صريح ومنصوص عليه في الدستور. ما لم ينص عليه في الدستور سوف لن يحدث. وتتحدث الآن عن ربما خط تحريري اتبعته وسائل إعلام تابعة للإخوان المسلمين من خلال بثها خطاب عنصري بغيض يحاول إثارة النعرات واستفزاز المواطنين في برقة أو في فزان. إذن هذا هو الهدف النهاية، في النهاية في هدف من هذه الجهات لتقسيم البلاد، ويبدو أنه في أيضا تواطؤ من الخارج من بعض الدول في هذا المجال، لكن هو خارج نطاق حديثنا اليوم. مرة أخرى أعود إلى ضيفي الأستاذ أحمد التهامي. أستاذ أحمد، على أي قاعدة يجب أن يفرض أو تفرض عملية فتح النفط مجددا؟ هل يجب طرد أو إقالة الصديق الكبير ومصطفى صنع الله، أو تعتقد أن العدالة في التوزيع كافية؟ أولا العدالة في التوزيع غير كافية، ويعني يكفي الحديث الدكتور إدريس يعني بمنتهى الوضوح، يعني رجل خبير. لا أقصد كشرط مستقبلا، نتحدث أنه يجب أن يفرض هذا الأمر. أنا زي ما قلت لك يعني إلى الآن نحن ما عندناش معلومات إذا كان فيه اتفاق ما تم. نحن سمعنا على الإشاعات وعلى كذا، واجتماع أمريكي بمشاركة العديد من الدول ودول الجوار مؤسسة الوطنية النفط، وصرح طبعا صنع الله هذا ببعض التصريحات في الخصوص يعني. لكن فعلا يعني تلخيصا لحديث الأخوة، فعلا يعني واضح إن ما فيش عدالة على الإطلاق، واضح فعلا إن ليبيا تحكم فعلا من دكتاتور مصرف ليبيا المركزي. هذا الدكتور إدريس قال كلام خطير جدا، يعني نسب فعلا المحولة البرقة نسب غير عادية، يعني شيء مخجل، يعني إن نحن فعلا يعني. وأنا بصراحة يعني أنا نحيي الآن حكومة السيد ثني لأن استطاعت أن تتدبر الأمور في المنطقة الشرقية وفي حتى الجنوبية اللي خاضعة لها، يعني فعلا بيش بي 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 صحيح بديون وبكذا وكذا، لكن على الأقل نحن في المنطقة اللي تحت إشراف حكومة الثني ما ينقطعش علينا الكهرباء ممكن لأربع ساعات بعد كم يوم، في طرابلس يعانوا وبشكل غير عادي، اطلعوا مظاهرات ويعني يعني حتى هتافاتهم كانت يعني فعلا تنذر بان فيه شيء ما، الناس تشعر بالظلم بشكل غريب يعني فعلا هي يعني يا اخي هذه العاصمه، قالوا في مقاولنا عاصمتنا الحبيبه واللي دفعوا عليها، هذا شعبها قاعد يشكي، عندهم مشكله الكهرباء ومشكله القمامه اللي متراكمه، ما قدرتش حكومه السراج اللي يقولوا فيها الشرعيه تحل حتى مشكله القمامه ولا تحل مني، تقرير ديوان المحاسبه نتاع شكشك هذاي فعلا ادان مدير مؤسسة الوطنية مؤسسة الكهرباء وأدام فعلا يعني فيها فساد مالي في عدة إدارات وعدة مني. يا أخي أنت تو جيت تكلم، دائما يصدع في روسنا السيد صنع الله، هذا كل مرة طلعنا خسائرنا من إيقاف النفط كذا، خسائرنا من إيقاف النفط كذا، لعند وصلنا حوالي 6 مليار.
باهي يا أخي عمره ما تكلم مرة واحدة على خسائرنا للنفط اللي هرب فعلا. تصور يا دكتور 120 برميل 120 ألف برميل يومي يهرب. وهذا يدل على شيء، فهو يدل على تواطؤ من مصطفى صلعلة مع ميليشيات التهريب بالتأكيد اللي هو سكت عليهم. هو قاعد يعيطنا عن النفط اللي هنيات وما تكلمش مرة واحدة يا أحمد، جيب لي تصريح واحد صحيح لا يوجد، قال مش ممكن على الإطلاق. وين يمشي يا أخي النفط نتاعك شرق المتوسط ويلف يلف لعند مالطا ولعند إيطاليا ولعند اليونان وتوصل حتى في لبنان باي، ويقال حتى لإسرائيل، ويهرب بجرافات توصل إلى ناقلة نفط في عرض. يا أستاذ أحمد هذا كلام، هذا مرة سبق أني تناولت معك في تقارير لجنة العقوبات، لجنة الخبراء تابعة للأمم المتحدة أيضا بالضبط. هي اللي قالت الكلام هذا، وقالت أنه أموال المصرف المركزي كانت تصرف على أمراء الحرب وقادة تنظيمات إرهابية، مجالس الشورى تحديدا، حتى فعلا حتى الاعتمادات كانت تصرف لهؤلاء الناس. بس هو دور الحكومة، تفضل دكتور. دور الحكومة السيد عبد الله ثني زي ما ذكرت حضرتك مشكور، لكن يجب أن لا ننسى أيضا الفضل لصاحب الفضل وهي عملية السيد علي الحبري. السيد علي الحبري تصرف لو لم يقم به لا برقة ضاعت بالكامل، فأنا نعتبره شهيد برقة الحي حقيقة. ربي علي الحبري وحقيقة علي الحبري يعني لو لم يقم بطباعة وراه قد يكون في وجهة نظر الاقتصادية الصرفة مخالف للقوانين، هو في وجهة نظر مختلفة اقتصادية نعم تدعم أحدها تدعم والأخرى تعار نعم، لكن أنت تعتقد أنه كان خيار وحيد وقتها ما عندش للرد على سياسة التجويع التي نتخوف طبيعي منها مجددا طبيعي إذا ما أعيد تصدير النفط ولم يكون هناك ضوابط معينة لهذا الأمر. طيب أستاذ أحمد تفضل. يعني أنا بنأكد الآن هو نحن نتكلموا على السراج وكذا، في الواقع وفي الحقيقة أن نحن مشاكلنا مع جماعة الإخوان المسلمين، أنت تعرف كويس جدا، يمكن من أول ما طلعت المؤسسة الوطنية النفط ومسكينها الإخوان المسلمين. تعرف مصرف ليبيا المركزي وجميع إداراته جابتهم قناتكم بالاسم صحيح، كلهم إخوان المسلمين. يعني نحن نعانوا في المأساة هذه، حتى الاستثمارات الخارجية يعني بالضبط مشكلتنا الأساسية مع جماعة الإخوان المسلمين اللي للأسف الشديد لقين حتى دعم من دول غربية زي أمريكا مثلا. أنا يا أستاذ أحمد يعني سمحني يعني كلمتين فعلا، يعني نحن مأساتنا مع جماعة الإخوان المسلمين من أيام كلينتون. تصور كلينتون هذه فعلا، وفي صور طلعت وبانت اللي هي كانت على علاقة جيدة مع الإرهابيين في مدينة بنغازي بخالد الشريف اللي مكنتها حتى يحول يعني باخرة كاملة مملوءة بالسلاح مدفوعة من الشعب الليبي ونزلها في ميناء الإسكندرونة للأتراك مش الأتراك للإرهابيين اللي توه ترد فيهم لنا تركيا وتصدر فيهم لنا من جديد. يعني يا أخي حتى النفط في مبادئ يعرفون الجماعة أنه لازم تنمية المجتمع المحلي. شن حصلا بالله مدننا هذين؟ شن حصلا المدن بتاعنا هذين اللي قريبة منها حقول النفط ونيت؟ لا ممكن على شيء يبال باستثناء الأضرار البيئية بالضبط والتي تسبب أيضا كوارث صحية. إذا كانك تتكلم على عاصمة اللي قاعدين فيها المجلس الرئاسي قاعدة تعاني في مشاكل الكهرباء، يا أخي عيب عيب فعلا أن دولة ويبروح مني. وين هالمجتمع الدولي اللي 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 نصبونا هالأصنام هذوم اللي قاعدين نعانوا فيه فعلا واللي قاعدين يأيدوا في الـ في الـ في الـ في الـ طيب. يا أستاذ أحمد معلش تسريبات وكيليكس تقول لك 30,000 رسالة دايرتها كلينتون منهن 1500 رسالة خاصة بليبيا، منهن رسالة واحدة مهمة يا أحمد وأنا علي ما دورت عليها ما لقيتهاش يقول لك إنجازات كلينتون في ليبيا. ونحن نعرف فعلا يعني إدارة أوباما فعلا كيف دفعت بالإخوان وكيف مكنتهم. أنا نستغرب اللي يقول لك ترامب اتصل بالسيد المشير واتصل بني، لكن توا نشوفه صراحة يعني الإفرازات الآن لما أمريكا عادت للملف الليبي الإفرازات كلها ضدنا وفيها فعلا نوع من الدفع بالإخوان المسلمين. إذا كان يبونا لا بد أو الأخوة أجمعوا كلهم المشاركين في هذا الحوار ما يفتحش النفط إلا تلقى لشروط عادلة فعلا وعلى رأسا
الكبير يا اخي الارقام اللي قالها لنا الاستاذ ادريس يعني مفترض هذه تعلن في الفيس ويعرفوا الناس مدى الظلم اللي قاعدين نعانوا فيه نحن. مساله صعبه يعني اذا كان فعلا بصراحه نقولها لك بامانه هذا قاعد يثري في الشارع بالاضافه للكلام والقطاف اللي يقولوا فيه علينا والبوادي والحوافر والمش عارف شنو والكذا ونحن نعرفوا ان هذه سياسه الاخوان المسلمين ونعرفوا ان هم يبوا تقسيم ليبيا مش نحن اللي نبوا تقسيم ليبيا لكن انتم تضروا فينا على نظام اتحادي تضروا فينا على فعلا بلك حتى المطالبه بحكم ذاتي هذا تعطيل لنا الامم المتحده نحن نبوا وحده ليبيا لكن يا ناس زي ما قال الاستاذ الرفلي النخب اللي موجوده في طرابلس والراي العام اللي في طرابلس يعرفوا ان الظلم واقع علينا اشد من مما عليهم نحن نعرفوا ما عانوا بصراحه في هالميليشيات الجديده وفي هالغزو التركي وفي يعني نعرفوا اشياء مقززه قاعده تصلح لاخواننا في طرابلس ونحن معهم وقلوبنا معهم لكن على الاقل تحركوا شويه يا سيدي على الاقل يقدرونا نحن ويعرفوا موقفنا اللي قاعدين نعانوا فيه نحن قاعدين مسبه لناس يعني فعلا نعرف انهم هم خبراء عملاء المخابرات الانجليزيه هؤلاء الناس اللي يوصفوا فينا باوصاف غير عاديه وصفوا المشير باوصاف هنيات وصفوا الجيش وتجاوزوا هذوم كلهم للشعب يا اخي يقول لي بدو ما بدو هي اين النيات هي في مازال بدو اذا كان في بدو بدو روحها هذا ما يعرفش حتى في علم الاجتماع اللي يقول لك فعلا لكن هي لغه متبعه من وسائل الاعلام تابعه للاخوان المسلمين لغايه ذكرتها قبل قليل ووضحتها جيدا هي محاوله لاثاره الفتن وللوصول للتقسيم وهو مشروع تلعب عليه دول اوروبيه معينه لكن اسمح لي مره اخرى للاستاذ أدريس شريف الخبير الاقتصادي أستاذ أدريس هل أنت معي؟ نعم معك أستاذ أحمد طيب عندما نتحدث الآن عن المطالب التي يجب أن ترفع يا أستاذ أدريس الشريف شرط العدالة في التوزيع وعدم ربما تكرار المشهد السابق فقط كافية أم يجب التمسك بأيضا مطالب تتعلق بمحاسبة المسؤولين محاسبة الصديق الكبير محاسبة مصطفى صنع الله ما هي الآلية التي يجب أن تتبع؟ لما تقوم لو قامت الدولة كويس لن يكون أحد بعيدا عن يد القانون هذه جرائم لا تسقط بالتقادم يعني ونتمنى لا تطول يعني إلى دخول بعض القضايا بالتقادم المطالب ما نقوله إقالة المحافظ مصرف ليبيا المركزي ليس إقالة هو مقال هو مغتصب للسلطة هو انتهت مدة القانونية حسب قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 اللي هي مدة 5 سنوات هو أقيل رسميا من مجلس النواب وطعن في القرار في المحكمة والمحكمة رفضت الطعن بتاعها يعني القرار ساري هو في محافظ آخر كلف وأدى اليمين فوجوده غير قانوني أصلا مجلس الإدارة لا وجود له معه مجلس الإدارة 4 قاعد مع السيد علي الحبري في نيوم غادي شخص واحد فقط لا يوجد اجتماع لمجلس الإدارة منذ عام 2014 فوجوده أصلا لما نقوله يعني لو قلت أنا لو وضعت شروط قانونية عند القفل يعني لما نطالبه قدام العالم راه هذا الشخص بموجب القانون مغتصب للسلطة توقيعاته غير 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 شرعية تحكمه في أبسط الدولة الخارجية غير شرعي فهذا الامر يعني ليس ماهوش 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 شرط تعسفي طيب هو ليس شرط تعسفي لما نقولوا ان التوزيع العادل للموارد ولا كذا هذا امر موجود السيد الصديق الكبير قطع المنظومه المقصه المصرفيه على المنطقه الشرقيه من سنه 2014 يعني حتى أرصدة المصارف اللي بوجودها أنا غير قادرة على تحويلها إلى طرابلس لكي تحصل على عملة صعبة أو على أشياء أخرى أوقف السيولة يعني أنا أعطيك أرقام وهو تقدر تأكد من السيد رمزي الآغا اللي هو مدير إدارة السيولة في المصرف كم أعيد قلت 5 سنوات من سيولة اللي طبعها مصرف المركزي طرابلس إلى المنطقة الشرقية مبلغ لا يزيد عن 800 مليون وهم طبعوا ممكن أكثر من 18 مليار أو 17 مليار وبعدين يقول لك ليش السيد الحبري يطبع في عملة مزورة دا 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 إلى آخره القرار اللي اتخذ بطباعة العملة في المنطقة الشرقية قرار سليم وفقا لقانون المصارف لأن الاختصاص في قانون المصارف
ببضاعة عملة جديدة هو لمجلس الإدارة. ومجلس الإدارة في محضر رسمي أقر ببضاعة عملة استنادا إلى كون المحافظ مكلف رسميا وأن احتياطيات المصرف تكفي للغطاء، وقاموا بطباعة العملة، استخدموا كل الوسائل الممكنة لمنع وصول هذه العملة المطبوعة إلى هنا، لدرجة أن احترقوا عليه شحنة في مالطا. فما يجري هذه المطالب نحن اللي نطلب فيها مطالب مش الحد الأدنى، يعني 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 أقل من الحد الأدنى. فالوضع الوضع بصراحة مزري. يعني أنا لومي على من؟ لومي على 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 النخب وعلى بعض الأصوات اللي تعالت في الأيام الأخيرة أن هذه سيطرة أجنبية على الموارد وعلى الدنيا وعلى كذا. طيب يا سادة كما تقولوا هاي كما تنوى هذا الشخص على هذه التصرفات. طيب إذا أنت لا أنت تتحدث أننا كنا ضحية سياسة تجويع وإفقار ممنهجة من قبل المصرف المركزي الذي يحتله الصديق الكبير في طرابلس من قبل هذه الحكومة الداعمة للميليشيات، وذهبت الأموال لخدمة ودعم الإرهاب. طيلة السنوات الماضية هذه الجهات أو هذه النخب بين هيل ليل لم تتحدث ولم تطالب بعرض الحقوق لأصحابها. الآن تتحدث رافضة غاضبة تحت عناوين مختلفة منها السيادة وعناوين أخرى فيما يتعلق بالمطالب التي رفعها البعض بالعدالة في التوزيع بين الأقاليم الثلاثة برقة فزان وطرابلس، وأيضا حساب خارجي حتى لا تذهب الأموال مرة أخرى لحسابات المؤسسة التي يتهم رئيسها بأنه إخواني وداعم للميليشيات. أيضا في تصريح لفتني لمصطفى صنعلا الذي يسيطر على مؤسسة الوطنية للنفط، هو تحدث مفندا كل هذه التفاؤل هذا التفاؤل أو هذه الجهود الإيجابية الآن التي بذلت خلال المدة الماضية لإعادة فتح النفط تحت قاعدة جديدة العدالة وحساب خارجي. هو قال أنه لا يمكن الحديث على توزيع العوائد النفطية على الأقاليم الثلاثة، وأيضا قال أنه إيرادات النفط ستوضع مجددا في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط. بداية ما هي علاقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بآلية توزيع الثروة؟ يا سيدي هو السيد صنعلا أقحم نفسه في القضايا السياسية. المؤسسة دورها اللي كان والذي لا يزال أنها تبيع النفط وتودع إيراداتها في المصرف الخارجي. المصرف الخارجي خلال 48 ساعة يحولها للمصرف المركزي لحساب الخزانة اللي تبيع العملة الصعبة وتأخذ بدالها عملة محلية وتبدأ العملة الصعبة تصرف السيد الصديق الكبير. فهو لا علاقة، هو حتى ميزانية المؤسسة تجي من المصرف المركزي عن طريق الميزانية اللي هي التركيبات المالية مثل أي وزارة أخرى. فكان ياخذ الحياج وبليء ما لاش علاقه، هو يقول انا نبيع نفط ونحط فيه في الحساب، لما يقولوا لي حطه في 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 اي مكان اخر هو مستعد. فلماذا يدخل نفسه في الصراع السياسي؟ المهمه الاخرى اللي هو استيراد المحروقات وهذا قائم بها، يعني ما يجب ان ما نكونوش جاحدين ورينا نكونوا منصفين، يستورد في المحروقات ويوزع فيها، يعني ما فيش مشكله في النقطه هذه. لكن ما دخل اصلا بهذه المسائل ولماذا اقحم نفسه في مسألة المسائل السياسية وتوزيع الإيرادات والثروة والسيادة والوحدة والمش عارف شنو القصة هذه؟ مش شعورك أنت. هالمشكلة كلها اللي كيحجب في الذي كانت المصرف المركزي والصديق الكبير، فهو أقحم نفسه فقعد ضرب فقعد خصم سياسي. وبالتالي من حق كل الذي المطالبة بأن السيد صنع الله أصبح طرف أصبح خصم سياسي أصبح كذا الذي مد حتى هو في المؤسسة انتهت. يجب أن يعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة من إذا كانت مؤسسة واحدة من جميع الأقاليم، ويجب أن ينتقل إلى مقرها القانوني في بنغازي، وهذا صدر في قانون ووضع حتى حجر الأساس. فالآن أنا يعني هذه مسألة الحقيقة، يعني هو أدخل نفسه في هذا الذي تصريحات هو الذي حول نفسه إلى طرف داعم لهذه الجهات. وقبل قليل يتحدث ضيفي الأستاذ أحمد التهامي أنه لم ينبس ببنت شفا طيلة السنوات الماضية على عملية التهريب للنفط للخارج التي تقوم بها ميليشيات من زوارة صبرات صرمان والزاوية وغيرها، وهو يتحدث فقط على إطلاق افتراءات معينة ضد الجيش
وضد القبائل العربية التي أقفلت عملية تصدير النفط خلال الأشهر الماضية. مرة أخرى أعود للدكتور العربي الورفلي. دكتور هل تسمعي؟ نعم استمع إليك. دكتور كيف قرأت أو كيف تعلق على تصريحات مصطفى صنعلة الأخيرة التي تحدث فيها أنه لا حديث عن إعادة توزيع الثروة، وأيضا تحدث أنه عملية العوائد ستوضع في حساب المؤسسة وليس في حساب خارجي برعاية دولية أو أممية؟ هل يمكن فهم هذا التصريح بأنه محاولة من الإخوان المسلمين لقلب الطاولة مجددا ومنع الوصول إلى أي اتفاق؟ هو صنعالله ليست له أي علاقة هو له اختصاصات معينة، دور معين يقوم به، تسويق النفط الليبي وإيرادات النفط الليبي معروفة، تذهب إلى المصرف الخارجي والمصرف الخارجي يحولها كما قال الأخوة يحولها إلى المصرف المركزي. السيد صنعالله بهذه التصريحات ربما أراد أن يضغط هنا وهناك للحفاظ طبعا أولا على وظيفة السيد صنعالله، هذا معين بقرار وكررها هنا غير شرعي من حكومة الغويل، وأقحم نفسه يعني أصبح يمارس في أدوار سياسية لأن له ارتباطات أخرى وعلاقات أخرى مع العصابة الموجودة في طرابلس. كان الأجدر به أن يتحدث عن مسألة التهريب البنزين. المواطن الليبي، دولة منتجة للبنزين ليبيا، المواطن الليبي يعاني من البنزين تباع في السوق السوداء. لماذا؟ لأن هناك عصابات تهرب هذه السلع البنزينة إلى وصلت حتى مالطا، ربما عصابات تهريب كونت ملايين الملايين من ثروه الليبيين. يتحدث عن مثل هذه الاشكاليات ووضع حد لها. التهريب موجود في المنطقه الغربيه، المنطقه الشرقيه لا يوجد فيها تهريب لان هناك اجهزه امنيه تعمل وهناك سلطات تعمل. راينا يعني مصفاه مثل مصفاه الزاويه، هذه المفروض تغطي كامل المنطقه الغربيه من ماده البنزين. الان المواطن يعاني، لماذا السيد صنعالله لا يتحدث عن هذه الاشكاليات؟ ولكن نحن موضوعنا يعني بصفه عامه هو هل نفتح النفط والحقول ولا تستمر الأمور مقفلة؟ أنا في من وجهة نظري أعتقد بأن الجانب هذا ليه جوانب، يعني ليه جانب سياسي. نحن الآن نعيش في دولة هشة سياسيين، يعني لا توجد لدينا دولة، سلطة تشريعية معطلة والعصابة موجودة في طرابلس مسيطرين على قاعدة وستة، ولا توجد أي سلطات تنفيذية. الآن من يستطيع تنفيذ وتحقيق هذه الاشتراطات لمن قام بإقفال النفط؟ يعني نحن كشعب ليبي نقفل النفط لأن لدينا شروط ولدينا أسباب. أحد هذه الاشتراطات إزاحة الصديق الكبير. من يستطيع بالله الآن إزاحة الصديق الكبير المصرف المركزي؟ لا توجد سلطة تنفيذية على الإطلاق ولا توجد سلطة تشريعية. وعلى فكرة الصديق الكبير رأى مقال من زمان وقاعد لحد الآن يمارس في مهامه. من يستطيع يعني مس المساس بالمصرف الخارجي؟ من يستطيع الحديث حتى على المصرف الخارجي؟ هذه هي دكتور أحمد والأخوة يعرفون، عصابة ترتبط فيما بينها بمصالح ولها ارتباطات دولية، تبدأ من المؤسسة الوطنية للنفط ومن المصرف المركزي والمصرف الخارجي، ولا ننسى الاستثمارات أيضا. هذه ثروة من ثروات الليبيين، الاستثمارات كما ذكر الأخوة 60 مليار يعني تحوز عليها هذه المؤسسة من أموال الليبيين في الخارج. إذن هناك ثروات طائلة، ولكن لا توجد الحقيقة عدالة. لا، المواطن الليبي فقير، المواطن الليبي غلبان، المواطن الليبي يصرخ ويقول نحن نريد بالفعل ممكن إعادة فتح الحقول والمواني، ولكن هل تحققت الاشتراطات وأزيلت الأسباب؟ الأسباب سوف تظل مستمرة ويزداد المواطن الليبي فقرا، ولا توجد أي موارد يمكن توزيعها على هذه الأقاليم. تصور مدن في الجنوب يعني الحقول في جنبها والله ميزين بالشرب مساكين، يعني الجوع طقف المواطن الليبي، الجوع. من المواطن الليبي الآن ممكن يقول لك أنا معاش 100 دولار يا سيدي، ولكن السلع الأساسية المستوردة والمدعومة الآن يقمع في المواطن الليبي وممكن يرفع عليه حتى الدعم. إذن هذه يعني كارثة اقتصادية حلت على روسنا، كارثة مالية من هذه العصابة الموجودة من 2011. يجب أن يكون هناك قرار شعبي، وكما قلت لك يجب أن يكون المواطن الليبي الآن هو صاحب القرار. يا أما يقفل النفط، يا سيدي النفط شنو محصل منه؟ شنو اللي محصل منه؟ لا كهرباء ولا سيولة ولا بنزينة ولا أي شيء، ولا أي شيء، مواطن يعيش في فقر. فليستمر اقفال النفط حتى تتحقق الشروط، حتى تتحقق الشروط، سواء ذهبنا إلى حوار سياسي وانبثق عنه نظام فيدرالي. أرى النظام الفيدرالي هذا نظام سياسي، راهو ماهوش تقسيم ولا دول مش تستقل عن بعض، هذا نظام موجود
في الفقه الدستوري هذا نظام فيدرالي يتم ادارته من ولايات معينه ودول كثيره واخذه منها، المانيا وامريكا والامارات المتحده يعني العربيه. اذا نحن لا نتخوف، انا فقط يعني فقط نريد ضمان وصول هذه الميراثات وثروه الليبيين الى الليبيين، بس هذا اللي نبوه نحن. وانت لا تتحدث دكتور فقط على العوائد النفطيه، بمعنى ان هناك ايضا استثمارات داخليه وخارجيه يجب ان تشمل في المطالب، هذا عمليه العداله في التوزيع ويجب ان يستفيد منها الشعب. بالتاكيد يا دكتور احمد، لدينا ربما الاخوه الخبراء الاقتصاديين والماليين لدينا شركات عملاقه في الخارج لا نعرف اين هي مواردها، في افريقيا، في تونس. تونس لدينا محطات وقود، هل يعلم المواطن الليبي بذلك؟ محطات وقود موجودة ملك للشعب الليبي في تونس، موجودة استثمارات في المغرب، موجودة في كل بقاع الدنيا استثمارات ليبية، شركات تعمل، ولكن لا نعلم أين ذهبت هذه الموارد. يا أخي نحن المواطن الليبي يبحث عن ثروته، يبحث عن أمواله. يا عصابة رأوا المواطن الليبي حيخرج عليكم خلاص، يعني المواطن الليبي فد، والله يفد، وامس في شوية مظاهرات في طرابلس، والله حيغم عليكم السيف. يا أخي من المواطن الليبي فقير غلبان تعبان، مش قادر لا يسافر ولا قادر يعالج ولا قادر يعاني في أسرة، ولا قادر مسكين مهموم بحاجة ربما في شهريا إلى ممكن 200 دولار 300 دولار مش لاقي. أين هذه الشركات الضخمة اللي تعمل؟ أين مواردنا؟ أين بعدين الغاز؟ يا أخي الغاز، في حد ممكن تكلم عن الغاز؟ في حد من الليبيين طرح موضوع الغاز؟ حتى الغاز تروى ماشي لإيطاليا وبأرخص الأثمان. يا أخي حتى سعر الغاز راي تغيرت في العالم، الآن في أوروبا أغلى سلعة الغاز أغلى، تصور أرخص من الكهرباء لأن في طاقة نووية تنتج الكهرباء، لكن الغاز غالي جدا. لحد الآن إيطاليا انبحت حتاخذ فيه بأسعار مخفضة، ولا ندري أين ذهبت هذه الموارد. اللي الأخوة يتكلمون بالفعل بمنطقية هو البحث عن عدالة في التوزيع. يا سيدي إحنا إن شاء الله نديروا أقاليم، نديروا فيدرالية، المهم نظام سياسي يضمن للمواطن الليبي العيش الكريم. المواطن الليبي خلاص يا أستاذ أحمد انتهى، راهو عندنا جيل كامل انتهى الآن 9 سنوات، والأخوة يسمعوا فيه 9 سنوات. خلينا ما قبل 2011 كان فيه يعني نعترفوا أن فيه نوع من أنواع التنمية، كنا نشوفه في طرق تشق، وكنا نشوفه في بناء مدارس، وكنا نشوفه في بناء جامعات، وكنا نشوفه في شركات تعمل في القطاع الأسكان موجود. لكن الآن بالله عليك من 2011 ما بنوش طوبة، من 2011 لم يقوموا بصيانة الطريق، من 2011 9 سنوات عجاب، والمواطن الليبي تايه، المواطن الليبي ضايع، المواطن الليبي وين؟ المواطن الليبي الغلبان، ما فيش ثورة الجياع تنطلق. والله العظيم على الليبيين، راهو يا الليبيين عندكم ثروات ضخمة كبيرة موجودة في مصارف في الخارج، المصرف الخارجي والمصرف المركزي، وشركات تعمل، محطات وقود موجودة في بعض دول العالم مملوكة للليبيين، فنادق فخمة بالخمس نجوم مملوكة للليبيين. أين هذه الموارد؟ وين مواردنا؟ وين أموالنا؟ طيب وين أموال المواطن الليبي؟ تسأل عن أموال الشعب الليبي أين هي وكيف يجب أن تدار لتحقيق العدالة. أعود بهذا الحديث إلى ضيفي هنا في الاستوديو دكتور عبد الجليل المنصوري، أستاذ الإدارة في جامعة بنغازي. دكتور، عندما نتحدث الآن عن اشتراطات أو مطالب، لا نتحدث عن النفط فقط، نتحدث عن الغاز والاستثمارات الداخلية والخارجية وكافة الموارد، هل هذا صحيح أم أنكم تطالبون الآن بعدالة في توزيع النفط فقط؟ الحقيقة مش مغير عدالة في توزيع النفط، ربما نحن الآن يفترض الحقيقة مدينة طرابلس يعني الجانب السلبي يجب يبعدوا عليه، ولابد يطلع في مظاهرات سلمية رافعين شعارات إسقاط هذه الحكومة العميلة التي تسير في ليبيا. حكومة السراج يجب أن تسقط، ويجب أيضا الصنع الله يحول والكبير يحول. إذا أردنا الأمور أن تمشي وتصلح في ليبيا لابد من إسقاط هذه الأجسام الهلمية الحقيقة التي هي قاعدة يعني مسيطرة على الوضع في جميع جوانبه. الحلول معروفة، تقسيم العادل معروف، كيف نسير البلد اقتصاديا عارفين، لكن سيطرة هذه الحكومة التي ليست لها أي ذرة من الشرعية
فرضت على الشعب الليبي، على الشعب الليبي الآن يخرج في مظاهرات، ومن أول وحدين يطلعوا في طرابلس، مدينة طرابلس مش يقولوا في 2 مليون طلعوا لي 1% منهم، رافعين شعارات بس يقولوا تسقط حكومة السراج. يعني هذه يجب تحركوا بصراحة، لأن سوف لن يحدث أي تغيير ما لم يخرج الشارع مطالبا بتغيير هذه الرؤوس الحقيقة المسمومة واللي تسير في المسيطرة على الوضع. وإلى حد بعيد يعني يمكن باعث الوطن، يعني جابت واحد جايب لي طليان في مصراتة، وواحد جاب لي أثراك الآن في طرابلس، يعني إيش مازال غايب يعني. فالحقيقة أنا الحلول اللي نطالب بها ربما هي أنك زي ما يقول مثلا العام أقطع الرأس يبرى العرق، فنحول هذه الرؤوس المشؤومة، وثم ترتيب البيت الداخلي عن النظام الفيدرالي، أصبح ما عندناش خيار إلا هو، وهذا هو أرحم جزء فيه ناس تطالب بأبعد من ذلك. صحيح. طيب أيضا أريد أن أختم معك أستاذ أحمد سهامي في ختام هذه الحلقة، لو كان لديك أي إضافة تفضل. هو يكاد الأخوة أجمعوا فعلا على أن لا يفتح النفط إلا بشروط، حتى لو كان في ضغوط خارجية، حتى لو كان في ضغوط خارجية، المسألة مسألة شعب يا أخي، مش يقولون هذوما ديمقراطية، وإلا خلوهم يجيونا يقولوا لا أنتوا حنستعمروكم. الضغوط الخارجية بتقول هيك، كل الدول يا أحمد تتكلم على عدم تقسيم ليبيا والمحافظة على وحدة ليبيا. يا أخي خلوا جيبوا لنا الشروط اللي تمكننا نحن من أن يعني نتمسك باستقلال ليبيا، زي ما قال لك الدكتور فعلا يعني توا أبسط شيء الناس بعد تطالب بالنظام الاتحادي توا فعلا بمنتهى الصراحة. يعني مفترض يا دكتور دائما نستعملوا كلمة اتحادي مش فدرالي، لأن الفدرالي اقلبوها لنا هذا انفصال وهذا مش عارف شو مثلا. لكن يا أستاذ أحمد في ناس قاعدة تطالب بحق تقرير المصير، وهذا مكفول طبقا لشرائع الأمم المتحدة، بل ويطالبوا بحكم ذاتي فعلا. يا أخي ظلم، نحن نعيش الظلم، كل الدكاترة والأساتذة اللي تكلموا يعني فعلا منتهى الظلم، يعني ما العملية ما عاش فيها حتى نسب. لا لا، زي ما يقول لك غير الظلم يا أستاذ أحمد، الآن في احتلال، بمعنى مناطق استدعت أو ميليشيات في مناطق استدعت قوة احتلال وتريد أن تقيم قواعد عسكرية تركية وإيطالية وغيرها. منفعة متبادلة يا أستاذ أحمد ما بين المجلس الرئاسي الكاريكاتيري هذا اللي تحميه الميليشيات باهي، وهو عاطي صلاحيات غير عادية للميليشيات. يا أخي أصبحوا هذوما ملياردير، الأشكال اللي تكلموا عليهم هذوما، الأسماء اللي ما نحبش حتى نذكرهم بصراحة، يعني زائد الأتراك الآن توا تركيا تخلصت من هالقمامة هذه اللي جابوهم لنا هذوما السوريين. للأسف الشديد يا دكتور تركيا تستعمل في العرب لقتل العرب، يعني جابوا لنا المرتزقة الإرهابيين هذوما والسوريين وحتى التركمان نتاعهم هذوما هنية. وفعلا يا أخي يتكلموا في كلام غريب توا، حتى القنوات اللي نشوف فيها نتاع الجماعة هذوما، يعني شن تبوا منا نحن أكثر من هيك؟ شن تبوا منا أنتوا يا أخي؟ فضلتوا مصالح الشخصية نتاعكم على مصالح الوطن، بعتوا الوطن يا أخي، وتسرقوا وقاعدين تقوموا بأعمال رهيبة يا أخي. مش قلت لك في تقرير لجنة عقوبات اللي وصفهم التقرير يقول لك تماما كما تفعل عصابات المافيا. هذا اللي تكلم اليوم يقولوا أن نحن بديروا حرس سياسي بنضموه من هالميليشيات السراقة المغتصبين فعلا، اللي يعني أهانوا عرب طرابلس زيادة توا جبتوا لهم السوريين والكذا. إذا كان فيه دول تتحدث عن الديمقراطية في العالم، وإذا كان فيه دول تتحدث عن العدالة في العالم، فلينظروا إلى الشعب الليبي، لأن في النهاية بك يا أستاذ أحمد يعني قال له تزرفية عليش، أنت تزرفية على الموت، أهلا وسهلا بيها دفاعا عن الوطن في الأخير بك يعني. شكرا جزيلا لك الناشط في مؤسسات المجتمع المدني الأستاذ أحمد التهامي. أشكر أيضا دكتور عبد الجليل المنصوري أستاذ الإدارة بجامعة بنغازي، المحلل السياسي دكتور العربي الورفالي شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا الأكاديمي المهتم بالشأن العام الدكتور عاطف الحاسية، كما أشكر الخبيرة الاقتصادية الأستاذ إدريس الشريف. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات معدي أحمد سالم وتحياتي أحمد إجمال الكامل.